قد يبدو الأمر غريبا أو ضربا من الخيال. عالم نفس إسرائيلي يهودي توصل إلى طريقة لعلاج المشاكل الاجتماعية والتربوية من خلال الآيات القرآنية. القصة كاملة مع هشام فريد. عالم نفس يهودي إسرائيلي استعان بالقرآن لحل مشاكل الأبوة والأمومة الحديثة. قصة مثل الخيال هي الاستناد على آيات من القرآن الكريم لحل المشاكل الاجتماعية. أنا عالم نفس يهودي إسرائيلي، اهتممت بالقرآن حين كنت أدرس طلابا للقب الثاني في علم النفس التطوري. توجهت طالبة واسمها بشرى وقالت: هل تعلم أن كل ما نتعلمه هنا لا يفيد؟ فكيف أرد على والدين يزعمان أن شيطانا سيطر على ابنهما؟ سألتها: فكيف يمكن مساعدتهما؟ أجابت: بالقرآن. تم تطبيق هذا البحث الذي استمر 5 سنوات على طلاب وطالبات من الوسط العربي، فأثبت نجاحه المبهر. إحنا بحثنا عن آيات في القرآن اللي ممكن نستعملها في التربية والتعليم، وطلعنا كتاب اللي سميناه القرآن اللي خلو خيالات مع جامعة بن غوريون، اللي هدفه كل الآيات اللي ممكن تستعمل في التربية والتعليم مع قصص صارت في المدارس مع التحليل البسيخولوجي. لم أقرأ هذا الكتاب فاقتنيت القرآن باللغة العبرية وقرأته، وسرعان ما فهمت بأنه يحوي الكثير من النصوص التربوية تركز على العلاقات بين البشر، بين الأم وابنها، بين الجيران، بين الخصوم. استخرجت 2 آيات وطلبت من الطلاب كتابة قصة من الحياة. النتائج كانت كثير حلوة من ناحية تطبيق ومن ناحية نتائج بالمدارس. القرآن هو أعلى مرتبة، لما أنت تيجي تقول لأبو الآية بتقول خلصنا لا سؤال ولا جواب، خلص هذا كلام الله مش كلامي. استخرجت 2 آيات وطلبت من الطلاب كتابة قصة من الحياة اليومية لمرضاهم تلائم الآية. كانت النتيجة مثيرة للإعجاب، تلقيت أكثر من 300 قصة حقيقية ومثيرة، تفسيرات نفسية مستندة لتلك الآيات. ولا مرة حدا فكر لأنه يستعمل القرآن في علاج معين. إحنا بنعالج بس شفهي، ولا مرة انكتب على المادة هاي، وفيش باحثين في هذا المجال. تم ترجمة هذا البحث الذي استمر 5 سنوات من العبرية إلى العربية وبالعكس. فالأستاذ عوفر يعني سر بهذا الحل وجمع هذا الكتاب الضخم الذي ترى فيه ذكر لكثير من الأمور التي جاء بها الطلاب. النصوص القرآنية تبذل طاقات لتحسين مكانة الإنسان وانخراطه في المجتمع لتطوير وتقدم الإنسانية. فمن خلال تحليل القرآن لم أخذ انطباعا عن التطرف، بل وجدت الاهتمام بالمجتمع والعلاقات بين البشر، وهو أمر لا يمكن أن نجده بمثل تلك الحماسة في التوراة. إن الاكتشافات الأكثر إثارة والتي وجدناها هو أن العديد من التحليلات النفسية الحديثة تتلائم مع نصوص قرآنية كثيرة. من حيفا إلى i24 نيوز، هشام فريد. نأسف بأنه في أماكن أخرى تستعمل آيات القرآن لغايات أخرى.